هن الزبط برا العدل. لا يا شباب جوا العدل كله جوا العدل جوا العدل برا. لا ها جيت سلطان تلك عبوها جيت سلطان تلك وراك المبنى زين لبنان أيها السادة المشاهدين الكرام، نحن الآن هنا في منطقة مرسلك من داخل أحد المواقع التابعة للضفادع البشرية، حيث عمليات إعدام تمت منذ قليل ل 1400 كيلو جرام من مادة الحشيش، تم ضبطها من قبل إدارة العمليات الأمنية وكذلك الضفادع البشرية الأيام الماضية. تم الإعدام طبعا بحضور كما تلاحظون الآن، طبعا اليوم ومنذ قليل تم الإعدام بحضور النيابة العامة وأيضا بحضور عدد من القيادات الأمنية وكذلك العسكرية في منطقة البطنان بالكامل، وأيضا عدد من الأعيان والمشايخ بمنطقة بير الأشهب القريبة هنا من منطقة مرسى لك الواقع على البحر. تقع هذه المنطقة طبعا شرق مدينة طبرق بنحو 120 كيلو متر. كان معكم عبد الرحمن سلامة من داخل هذا الموقع العسكري التابع للضفادع البشرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.